رجعنا لحضراتكم مرة تانية ونهارك سعيد، وبيسعدنا طبعا يكون معانا في الاستوديو الأستاذ محمود بكري سكرتير التحرير التنفيذي لجريدة الأسبوع. صباح الخير يا فندم. صباح النور، ازي حضرتك؟ الله يسلمك. نبدأ على طول وأهم المانشيتات الموجودة في الصحف، ومن جريدة الأهرام الصفحة الأولى: خطورة الوضع الاقتصادي تفوق التصور. تفاصيل الخبر يا فندم. عن الدكتور كمال الجنزوري طبعا بيقول هذا الكلام بعد ما استقبل الدكتور أحمد زويل وأطلق هذا التصريح، وأعتقد إن هو ما بيقولش جديد، لأنه من فترة من الوقت بعد ثورة 25 يناير الكل مدرك وعارف إن الوضع الاقتصادي في مصر في أزمة وفي خطر كبير جدا، له أسبابه طبعا معروف. إحنا الوضع منذ 25 يناير حتى اليوم ما فيش مؤسسة في مصر شغالة كما يجب أن يكون. قطاع السياحة مضروب، قطاع السياحة مضروب تماما، في 2 مليون شاب عاطل في البيوت، خسائر بالمليارات. حتى الاعتصامات والاضرابات اللي بتتم في كل الشركات والمصانع والمؤسسات والوزارات والهيئات كلها بتاتي بنتائج سلبيه ونتائج عكسيه تاثيرها على الاقتصاد المصري. البورصه باستمرار فيها خسائر ونزيف مستمر. كل ما يحصل حدث في مصر ذو طبيعه معينه بتلاقي الاستثمارات الخارجيه وراس المال الاجنبي بيهرب، بيسيب البلد وبيخرج. كانت محصله كل ده ان عندنا عجز في الميزانيه 134 مليار جنيه. هذا العجز ضخم جدا. أما رئيس الوزراء بيقول في تصريحه إن 61 مليار جنيه خسارة في أو أعباء على قطاع البترول وحده بسبب السياسات اللي كانت بتستخدم قبل كده. إذا إحنا قدام محك خطير جدا، وقدام مرحلة صعبة جدا في تاريخ مصر. أعتقد هذا الكلام يستلزم ويستوجب على كل المصريين إنهم ينتبهوا إلى ما هو قادم في الفترة اللي جاية. طب يا فندم، تفتكر حضرتك إحنا محتاجين زي خطة نمشي عليها في الفترة اللي جاية عشان نحسن وضع الاقتصاد المصري؟ يعني هقول لحضرتك مثال بسيط جدا، يمكن في حملة دلوقتي بتتعمل على الفيسبوك يوم 16 لدعم المنتجات المصرية، اللي هو اشتري اليوم ده. إحنا طبعا بنتمنى إن إحنا طول الأسبوع نشتري المنتجات المصرية، بس هي يوم عاملينه بعض النشطاء وعاملينه بعض المصريين إن إحنا نشجع المنتج المصري. فحضرتك شايف من وجهة نظرك ان الحكومة او اي حد معني بالامر ان هو يكون في خطة معينة بحيث ان احنا ممكن نحسن وضع مصر الاقتصادي؟ علشان نحسن الوضع الاقتصادي لازم نعرف اسباب المشكلة. احنا عندنا مشكلتين في مصر، عندنا مشكلة امن ومشكلة اقتصاد. من بعد الثورة عندنا 3 وزارات، ودي الاول مرة في تاريخ مصر 10 شهور يبقى عندنا وزارة لاحمد شفيق، وزارة لعصام شرف، وزارة كمال الجنزوري. ده التطور طبعا يؤكد خطورة المأزق والوضع اللي احنا عايشين فيه. عندنا حالة من الانفلات الامني معترف بيها طبعا، وعندنا ازمة على المستوى الاقتصادي. اعتقد الدكتور كمال الجنزوري اول حاجة عملها خلال 48 ساعة من تولي منصبه رسميا او بدء تشكيل الحكومة، عمل اجتماعين مهمين جدا مع وزير الداخلية. الاجتماع الاول مع وزير الداخلية وقيادات الشرطة والمساعدين كلهم، والاجتماع الثاني مع وزير الداخلية اكد فيه وطلب منه انه خلال 15 يوم لابد من اعاده الانضباط للشارع المصري، الانضباط الامني. واعتقد الصوره احنا شايفينها، الجولات اللي تمت في ميدان رمسيس امبارح، القضاء البائع على الجائلين، الحملات المروريه المكثفه، الدوريات الامنيه اللي انتشرت في كل مكان، كلام وزير الداخليه نفسه اللي هو محمد ابراهيم انه هينزل بنفسه لمواجهه البلطجه في الشارع، ده ممكن يدي مؤشرات اوليه على ان احنا على الطريق. نتمنى هذه المنظومه تكتمل. الجناح الثاني للازمه هو الازمه الاقتصاديه. الازمه الاقتصاديه مش ممكن هتتم معالجتها الا اذا احنا التزمنا بالهدوء. يعني احنا كتير جدا من الدعوات، يعني قبل ما اشتري المنتج المصري وقبل ما ادعم الاقتصاد المصري لابد ان اوفر الجو والمناخ المناسب اللي يسمح بان انا اعمل ده. طبعا. ازاي انا ما عنديش هدوء في الشارع؟ ازاي ما عنديش التزام بسياسه العمل وميكانيزم العمل؟ ازاي ما عنديش دوران طبيعي لعجله المصالح المختلفه واتوقع استثمارات واطلب استثمارات؟ السائح مش هيجيني طول ما انا متوتر وضعي. صحيح. المستثمر الاجنبي مش هيجي يشتري عندي اي حاجه ويشتغل عندي او يستثمر اي حاجه الا اذا حس ان الاوضاع يعني. انا هاخد من كلام حضرتك فعلا هو احنا نعرف المشكله فين وبنبتدي بعد كده نحلها. بالظبط بالظبط. نروح لجريده المصري اليوم والصفحه الاولى: والاحزاب تدخل خط المواجهه بين العسكري والاخوان. تفاصيل الخبر يا فندم. اولا هو طبعا في مشكله حاصله الايام الاخيره بعد تشكيل المجلس الاستشاري. الاخوان طبعا خدوا موقف المقاطعه. ليه تم الانسحاب الاخوان فعلا من المجلس الاستشاري؟ هم شافوا ان هذا التشكيل للمجلس الاستشاري وعلى ضوء التصريحات اللي اطلقها اللواء مختار الملا عضو المجلس على القوات المسلحه ان هناك تدخل في عمل البرلمان، ان هذه محاوله لعرقله عمل البرلمان المنتخب. اما تشكل المجلس الاستشاري وتعطيه بعض الصلاحيات الان في مواجهه برلمان منتخب هو صاحب الصلاحيات الكامله، سواء فيما يتعلق بتشكيل اللجنه التاسيسيه اللي هتعد الدستور او بالنسبه لمقترحات الدستور.
لكن انا اعتقد ان الدكتور منصور، السيد منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري اللي تم انتخابه بالامس كرئيس للمجلس، اعتقد كان تصريحه واضح جدا، هو ان هذا المجلس مجرد مجلس استشاري معاون للمجلس الاعلى للقوات المسلحه، لا من حقه انه يشكل جمعيه اساسيه، ولا من حقه يحط مواد الدستور، هو مجلس استشاري استرشادي فقط. ما الفكرة؟ هو طبعا الجدل اللي حصل بسبب تشكيل هذا المجلس يعود الى وثيقه المبادئ الدستوريه بتاع الدكتور علي السلمي، والجدل الكبير اللي حواليها، والازمه اللي اندلعت في المجتمع اللي وصلتنا لمرحله ان نلغي كل ده ويتم تغيير الحكومه وبعد الدكتور علي السلمي وكل ده. بس احنا كمان بندخل بنفس المنطق في زاويه ثانيه، لكن برضه خلينا نتكلم بلغه العقل. لو احنا شفنا ال 30 شخصيه اللي متشكل منها المجلس الاستشاري، ما اعتقدش منهم حد لا منافق للمجلس العسكري ولا حد مثلا صاحب مصلحه خاصه، اعتقد كلهم عناصر وطنيه وعناصر، ومنهم مجموعه من شباب الثوره. يعني لما يبقى فيهم واحد زي عبد الله المغازي من شباب الثوره وعضو مجلس اعلى الثوره، ومجموعات اخرى، دكتور عصام النظامي واحمد خيري واخرين، الناس دي ما ينفعش ان انا اقول انهم موالين لجهه او لتزيين او لمد، لا انا بس عايز ناخد المسائل بمنطق العقل. قد يكون لنا تحفظات على توقيت تشكيل المجلس الاستشاري باعتبار ان جه مواكب لنتائج المرحله الاولى لمجلس الشعب الا الاخوان خدوا فيها 45% في من اعضاء من جمله الاعضاء في المجلس، لكن برضو خلينا برضو يبقى عندنا حسن نيه ان دي ناس وطنيين. طبعا يا فندم، بس دلوقتي يمكن احنا دلوقتي في محاك زي ما حضرتك قلت، ان احنا عاملين نسمع تصريحات ان المجلس الاستشاري بيقول ان البرلمان هو اللي هيعد الدستور، وبنسمع تصريحات تانية البرلمان هيشكل اللجنه التاسيسيه التي تعد الدستور، والحاجه الثانيه ان المجلس الاعلى هيتدخل في اختيار اللجنه اللي هتاسس الدستور. احنا دلوقتي ما بين، قولوا لنا ايه اللي هيحصل، رسمونا على حل. لا المجلس الاعلى لن يتدخل، ولم يصرح احد المجلس انه سيتدخل. حتى التصريح اللي نسب للي هو مختار الملا تم نفيه ببيان رسمي صدر من مجلس اعلى القوات المسلحه، واللي هو ممدوح شاهين لا، ما كل ده قيل بشكل واضح، المجلس اعلى القوات المسلحه لن يتدخل في هذه الامور، وان هذه الامور معني بها البرلمان، وممدوح شاهين حتى لما خرج قال البرلمان المعني بتشكيل لجنه اساسيه. جريدة الأهرام الصفحة الأولى، وقوى سياسية تهدد بالتصعيد ضد دور الاستشاري في وضع الدستور. هو نفس الكلام اللي احنا بنتكلم فيه. خلينا نروح لجريدة الأهرام والصفحة الأولى، التحقيقات في أحداث محمد محمود. طبعا ده قرار النيابة العامة، قرار النيابة العام بالتحقيق في الأمر، وأعتقد سيتم استدعاء كل المسؤولين لتحديد المسؤولية. احنا طبعا كل ما تم قبل كده كان بيدور حول الطرف الثالث خفي. مين هو الطرف الثالث ده؟ أتمنى أن التحقيقات تكشفه. لانه اولا الداخليه ما اطلقوش رصاص حي، في ناس استشهدوا بالرصاص الحي. طب من اين جاء هذا الرصاص الحي؟ ده سؤال مهم جدا لازم نبحث عن اجابه له. اجابه له لن تاتي الا عبر التحقيقات الدقيقه والتقارير الفنيه اللي هتكشف لنا الناس دي اللي كان معاه الرصاص دي جت منين. زي ما حضرتك قلت يا فندم، هو يمكن كل الاحداث اللي بتحصل لازم يكون في طرف ثالث، وطرف ثالث ده ما بيظهرش لحد دلوقتي للاسف الشديد. عايزين نعرف، يعني احنا عايزين نعرف طبعا. الداخليه مسلحه، وزير الداخليه اللي هو منصور العسوي وزير الداخليه السابق قال بشكل واضح، احنا استخدمنا القنابل الغاز وهذا امر مشروع في الرد على هجوم على وزاره الداخليه. اعتبر ان ده امر مشروع، لكن في المقابل قال احنا لم نستخدم احد طلقه رصاص واحده، وما كانش ضباط الداخليه ولا جنود الداخليه مسلحين بطلقه رصاص واحده. اذا هو السؤال منين جه؟ اعتقد انه اهم حاجه يكشفها التحقيق في احداث الشارع محمد محمود، ان احنا نوصل لمين الطرف ده اللي ارتكب هذه الجريمه النكراء واللي قتل شبابنا بهذا الشكل. اتمنى طبعا يا فندم. من جريده المصري اليوم الصفحه الاولى، من المرشد للاخوان، تواضعوا وازيلوا مخاوف اخواننا الاقباط. انا اعتقد ان الدكتور محمد بديع مرشد جامعه الاخوان المسلمين من الشخصيات العاقله والحكيمه. انا معرفتي بيه كده وقراتي حتى لتاريخه ولمواقفه في كثير من القضايا كده، البيان ده اللي طلعه اعتقد يحمل محاولة من قبل جماعة الإخوان اللي بيمثلها كذراع سياسي حزب الحرية والعدالة، اللي حصل على 45% في المرحلة الأولى، وهي نسبة متوقع أن تستمر أو تتصاعد. أعتقد أنه هذا محاولة لطمأنة الإخوة الأقباط أولا، لأنه إحنا لاحظنا على ضوء تصريحات بعض السلفيين المتشددة في الآونة الأخيرة، بدأ الكثير من الإخوة الأقباط يصيبهم هاجس القلق الشديد، بل بعض فكر في الرحيل من مصر. والليبراليين كمان يا فندم، هو كمان ما الليبراليين في المعترك زيهم زي غيرهم بالظبط. إنما الإخوة الأقباط طبعا كطائفة موجودة في المجتمع، هم أبناء الشعب زيهم زي المسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين من حقوق وواجبات، ده أمر طبيعي، إخوة في الوطن، شركاء في الوطن. هم أصابهم القلق،
طبعا تصريحات المرشد لطمأنتهم، وانا اتمنى من اخواننا الاقباط انهم ما يقلقوش، لان برضه المجتمع المصري يعني اذا كان افرز في انتخابات ديمقراطيه هذه الشريحه وهذه الفئه، لكن اعتقد المجتمع المصري في عمومه يحتوي الاخوه الاقباط بداخله لانهم شركاء في الوطن. وما اعتقدش يعني احنا ان في كلنا حد في مركب واحد يا وما فندم اعتقدش ان دلوقتي. حد يعني يقبل بان جاره المسيحي يسيب شقته ويمشي ويسافر عشان ايه يعني، لا طبعا هيحميه المسلم اللي جنبه طبعا، وده شفناه يمكن كمان في ايام ثوره مصر العظيمه، في ما شفنا كتير في كتير كتير جدا كتير كتير. وده التاريخ على فكره، ده تاريخ مصر. ده صحيح. من جريده مصر اليوم والصفحه الاولى، السيد المشير يفاجئ التحرير بزياره تفقديه والهدوء يسود الميدان. اللي انا عرفته ان المشير محمد حسين طنطاوي بالامس خد عربيته وخد السواق وقال ننزل على التحرير. لا ابلغ حد ولا ابلغ مسؤولين عسكريين ولا اي شيء، بل بالعكس انا اعرف ان القيادات العسكريه فوجئت بزياره المشير. انا اعتقد المشير هنا مارس دور المفتش، يعني المفتش على الاوضاع، راح يدور على الدنيا ماشيه ازاي والاوضاع ماشيه ازاي. واعتقد ده جزء من مسؤوليه الشخصيه القياديه الموجوده في الدوله. قبل كده نزل رسمي بدلته الملكيه وماشي في الشارع وسط الناس بدون حراسه وبدون اي حاجه، هو ده جزء يعني. المشير حسين طنطاوي اعتقد اللي يعرف تاريخه في المزرعه الصينيه، معركه المزرعه الصينيه في 73، كان مقاتلا شجاعا وكان لعب دور اساسي في حرب اكتوبر وفي انتصار اكتوبر. اعتقد هو بيمارس نفس دور المقاتل اللي ما زال موجود حتى الان، له دور في القياده العسكريه للاوضاع في مرحله مصر الانتقاليه الحاليه. واعتقد ان هو ده جزء من شخصيته، يعني جزء من تكوينه الشخصي انه ينزل يتفقد ويشوف الدنيا ماشيه ازاي ويطمئن بنفسه على الحاله، رغم انه طبعا التقارير بتترفع له ورغم ان المسؤولين في القياده المركزيه بيرفعوا له كل التفاصيل حول الاوضاع في مصر. اكيد حضرتك، احنا فاضل لنا دقيقه فنختار اي خبر نقوله. انا رايي موضوع التمويل الاجنبي للمنظمات والحديث عن طب ممكن ناخد تفاصيل العنوان. امريكا ودورها، طبعا الخبر بيقول امريكا وقطر والكويت تصدر قائمه تمويل الجامعات الاهليه. الكلام ده كلام خطير جدا، كلام خطير جدا، ومن فعلا. المهم انه يخضعوا للتحقيقات الكامله الكلام بصراحه في هذا الموضوع، لان لما يتقال من ايام انه 200 مليون دولار تم ضخها لصالح بعض المرشحين والجمعيات والشخصيات اللي بتخوض الانتخابات للصرف عليها في الانتخابات من امريكا، يبقى احنا كده قدام مرحله خطيره جدا في تاريخ ويمكن البلد. حضرتك زي ما قلت الكلام ده اتقال من الاول خالص، ومعظم القوى السياسيه ومعظم كمان المعنيين بالامر طلبوا ان يكون في شفافيه وطلبوا الاعلان عن لابد التمويل من الاعلان عن التمويل وعن لكل الدول، الاحزاب. وهنا في اعلان عن الدول، هنا لابد من الاعلان عن اسماء الممولين سواء ايا كان مراكزهم وايا كان اشخاصهم، سواء اشخاص او جمعيات او منظمات او طبعا. احزاب، لان مصر محتاجه لحاله من الشفافيه في هذه المرحله. طبعا يا فندم. طبعا الاخبار النهارده كانت كلها اخبار دسمه، وبنتمنى ان شاء الله ان بكره يكون احسن باذن شاء الله. الله. استاذ محمود بكري سكرتير التحرير التنفيذي لجريده الاسبوع، بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معانا، شكرا ليك. وبننتقل لفاصل ونكمل معاكم باقي فقرات نهارك سعيد.